ومن يمثل المريخ عصام الحضن. ضربة جزاء، الظفرة على موعد مع العودة، والشافعي يتقدم وجول، لكن حكم المباراة يعيد تنفيذ ضربة الجزاء. في بعض لاعبي الظفرة دخلوا منطقة الجزاء قبل ما ترسل الكرة، وبالتالي حكم المباراة يعيد تنفيذ ضربة الجزاء بهذه الصورة. هكذا القانون وهكذا القوانين التحكيمية، إذا لاعب دخل الحقيقة منطقة الجزاء فعلى حكم المباراة أن يعيد تنفيذ ضربة الجزاء إن سجلت. الشافني مرة أخرى، وعصام الحضري تتاح له فرصة للتصدي. الشافني يتقدم وكرة، يا سلام، الظفراوي يعادل، والمغربي الشافني القادم الجديد لفرسان الغربية هو من يتكفل في الوصول إلى مرمى عصام الحضري في هذه اللحظات. فرسان الغربية 1، المريخ السوداني 1، في 27 دقيقة مثيرة، في 27 دقيقة رائعة. شوف شوف، يا يا يا، الحضري في مكان، الحارس العملاق في مكان، والكرة في مكان آخر في الشبكة، وصلت واهتزت وسجلت الكرة من جانب فان الغربي، ولا زالت الأمور في المتناول إن أراد الظفراوي العودة. وعندنا تصويبة وكرة جول، هي 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 جول، هي جول، خلاص خلاص، الظفراوي 3 والمريخ 3، خلاص يا الحضري خلاص، هكذا يقول الشافني في هذه اللحظات. شلت كرات عديدة وأنقذت كرات عديدة، لكن كفاية يا الحضري، لأن الشافني في هذه اللحظات على موعد مع عودة الظفرة، ويعيد الظفرة إلى ثانية وحلوة ورائعة، والأمور لا زالت مستمرة، لكن دائما المريخ يتقدم. هل يتقدم الظفرة لأول مرة في المباراة؟ تصويبة، تمويه حلو، وضربة، يا ادونا نجومية المباراة، اعطونا نجومية المباراة. الشافني يا شافني، نجم يا نجم، فارس يا فرسان الغربية، فارس فرسان الغربية، الشافني الوافد الجديد القادم الجديد المغربي يكتب شهادة نجاحه في المنطقة الغربية، المغربي يكتب شهادة إبداعاته في المنطقة الغربية، في استاذ حمدان بن زايد. الظفراوي روعة 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 روعة، الظفراوي بهذه الصورة، يا السلام يا السلام على الظفراوي، والدولة شهادة جودة، شهادة إبداع.